دوبلي اليوم اللي كنت فهالي وخمسة ليكيب ناسيونال أحسن بداية ليك وللمجموعة. به انتصار مهم في انتظار الأهم. مازلنا ما عملنا شيء. موريتانيا فريق به انتصرنا. عندنا ماتش جاي توا نركزوا عليه. نلعب كونتر سوريا إن شاء الله ننتصروا بإذن الله. بونتو بالتاليونات مش ديما نشوفوا بونتوات هكا بقى. صحيح خذيت الأولى راتية من الجول، الثانية خذيت لي انيسياتيف وعملت تاليونات الحمد لله. بصراحة موريتانيا سهلة ولا احنا قويين؟ سؤال باهي هو نبنيو عليه الماتش هذا. الماتش هذا انتصار نبنيو عليه، سؤال باهي. والله صحيح كما قلت لك الامبيونس باهية في المجموعة. دخلنا عندنا اوبجيكتيف اللي هو ان شاء الله نوصلوا ونهزوا الكوبا راب هذه. ما فماش علاش الشعب التونسي يستحق فرحة، ما فماش علاش ما ندخلوا عليه ولا بيان سور بيان سور. هذا من الاوبجيكتيف نتاعي ان شاء الله نهزوا التورنوا هذه باذن الله.